السلام عليكم، يا رب تكونوا كويسين. وانا بعتذر منكم شويه، كان في بعض التاخير، بس اللي تابعوا الفيديوهات الاخيره كانوا عارفين ان انا كنت بنقل من سكن لسكن، فالموضوع كان صعب شويه. موضوع النهارده، لو انا عايز اختار 5 عطور، بس 5 عطور فقط، هما دول اللي استخدمهم، ايه هما اكتر 5 عطور هيكونوا مناسبين لمعظم الناس؟ العطور دي المفروض ان هي تغطي جميع المناسبات او تكون مناسبة لجميع الاغراض. فانا حاولت ان انا من الكوليكشن اللي معايا اختار 5 عطور بس، لو انسان عادي مثلا مش كوليكتور، يعني واحد عايز يكون عنده مجموعة عطور بسيطة، عايز يكون عنده 5 أو 6 عطور مثلا، وعايز ايه يختار أنسب وأفضل حاجة. إيه هي بقى العطور دي؟ طيب هنبدأ الأول بالعطور. لو أنا عايز عطور تبقى مثلا فريش شوية، لازم يكون عندي حاجة مناسبة للصيف. طيب بالنسبة للعطور الفريش، أنا لقيت إن أنسب حاجة من ناحية السعر، من ناحية الريحة، ناس كتير جدا هتحبها، ومن ناحية برضو نوعا ما الأداء بتاعها مش قليل، يعني أداءها تقريبا متوسط. لقيت إنك أنت ممكن تستخدم فيرزاتشي برو. العطر ده ريحته جميلة جدا جدا، ثباته يعتبر متوسط بالنسبة لعطر صيفي، هو أفضل من عطور تانية كتير في الثبات، والعطر فعلا بيدي لك إحساس فريش جميل جدا في الصيف. العطر بيجيب إطراءات، سعره تقريبا في رينج 35 دولار، يعني رخيص جدا. تمام، ماكسيموم هتلاقيه مثلا ب 45، على حسب انت بتجيبه منين. فعطر كويس من ناحية السعر، من ناحية الأداء، من ناحية الريحة، بيجيب إطراءات، ممكن تستخدمه في أي وقت، ممكن تستخدمه في الشغل، تستخدمه في أي وقت، هينفع لجميع المناسبات. بس هو بيميل إن هو يكون كاجوال شوية، يعني برضه عشان تكون فاهم، هو عطر الفايب بتاعه ان هو بيكون كاجوال شويه، فانت برضو ايه لذلك احنا هنحط عطور تانية في الفيديو، لان احنا مش عايزين العطور كلها تبقى شيء واحد، عايزين يبقى في شويه تنوع. طيب انا مش العطر اللي هو ميسين واي، في العطر ده هو مش عطر تاني، هو بديل لفيرزاتشي. لو انت حابب فيرزاتشي بس عايز يكون عندك حاجه مثلا ادائها اقوى شويه والريحه بتاعتها افضل شويه، يعني الكواليتي بتاعتها افضل شويه، تمام، هات ميسين ويف. ميسين ويف هي اقرب لالور اوم سبور شانيل، فهي كريمي اكتر من فيرزاتشي، ثباتها افضل من فيرزاتشي، فوحامها افضل من فيرزاتشي، وهتدي لك نفس الريحه ولكن افضل، والكواليتي كمان افضل. تمام، فانت تختار واحده من الاثنين، ايهما مناسب ليك اكتر من ناحيه السعر، من ناحيه ايه المتوفر، ايه اللي سهل تحصل عليه. لو انت بتشتري اونلاين هتلاقي ميسين ويف اونلاين، فممكن تشتريها. لو انت مش بتشتري اونلاين وتشتري من محلات العطور، في الغالب هتكون صعب عليك انك تلاقيها، فتختار فيرزاتش بورو. فاذا هما دول مش عطرين، هما عطر واحد، انت اختار بقى، انت شوف المناسب ليك اكتر في الاثنين دول. طيب بعد كده عايزين بقى عطر تاني يكون اقوى شوية، ومش عايزين يكون كاجوال بس، عايزين عطر يكون مناسب رسمي اكتر شوية، في نفس الوقت برضو هيجيب اطراءات. طيب يعني بحيث ان هو بقى يبقى مناسب جدا لجو الشغل، مناسب لو انت عندك مناسبة، عايز تحضر اي مناسبة، حاجة كده كلاسيكية شوية، تقدر برضو تستخدمه. تمام، العطر ده يا اما كلاب دي اللي هو طبعا شبيه بكريد افنتس، يا اما كلاب دي مي، يا اما هتاخد افنان سوبريماسي، يا اما هيكون باترون دي من السنز. على فكره الشركه دي طبعا لافنان، فهما الاثنين قريبين جدا من بعض، بس ده افضل بكتير. فانا هقول لك الفرق ما بين الثلاثه سريعا وانت تختار. كلاب دي مي هيكون سموكي اكتر، افنان سوبريمسي فريش اكتر،
يعني بيديلك احساس فروتي اكتر، احساس بالفواكه اكتر. في هو سموكي بس اقل من كلاب دن. كلاب دن سموكي جدا. السنزا يعتبر في النص ما بينهم، هو مش سموكي زي كلاب دني ومش فروتي قوي زي افنان سوبرماسي، هو في النص ما بينهم. السنزا افضلهم في الاداء، اداؤه رهيب، بيقعد 12 ساعه. أنا كان في فيديوهات اتكلمت عنها عن السنزا، وقلت لكم ان هو من وجهه نظري لو انت لقيته هو افضل بديل لكريد افنتس، هو كمان افضل من كلاب دني. انا بحاول ان انا ادور على علبه تانيه زي دي مش لاقي، فهو افضل من من كلاب دنيو من افنان. في النهايه التلاته رينج الاسعار بتاعهم متقارب، التلاته بيدوا لك اداء متوسط او افضل شويه من المتوسط، فيعني كده كده التلاته هيكونوا كويسين لو انت اخترت اي واحد فيهم. افنان هتلاقيه مشابه يعني كريد افنتس في بعض الاصدارات منه، او بيسموها الباتشز، بعض الباتشز منه بيكون فروتي شويه، فهو بيشابه الباتشز الفروتي. كلاب دني في بعض الباتشز من كريد افنتس بيكون سموكي، هو بيشابه الباتشز السموكي اللي هي في الغالب القديمه، لان الباتشز القديمه من كريد افنتس كانت سموكي جدا، فهو بيماثلها في الريحه. وزي ما قلت لكم باترون دوني هو حاجه في النص ما بين الاثنين، هو افضلهم في الاداء وافضلهم في الجوده كمان، من ناحيه ان الريحه بتاعته طبيعيه اكتر. تمام، ما ينفعش يبقى كده. ده الاختيار الثاني اهو، انا حطيت لك في الاختيار الثاني ثلاث عطور، انت اختار ما بينهم وهات اي واحد من الثلاثه هيكون كويس. تمام، طيب ما ينفعش بقى نعمل فيديو عن افضل العطور وما نحطش على الاقل عطر واحد بلو. ليه؟ لان الواقع بيقول ان العطور البلو ثباتها كويس، افضل من معظم العطور الفريش. يعني انت لما تيجي تجيب اي عطر بلو مثلا زي افصل وراوي، زي مثلا دولجي جابانا دوانك، دولجي جابانا كي، سوفاج اي دي تي او الاي دي بي مثلا، فيرزاتشي ديلم بلو، هتلاقي ان معظم العطور البلو الناس دايما لما بتتكلم عنها بيقولوا ان هي ادائها كويس. يعني نادرا لما بتلاقي شخص بيتكلم عن عطر بلو بيقول ان هو اداؤه وحش او ثباته وحش او فوحانه ضعيف. تمام، فدي من مميزات العطور البلو. الحاجة التانية ان هي معروفة بان هي بتجيب اطراءات. الحاجة التالتة معروفة بالفيرستاليتي بتاعتها، او ان هي ممكن تستخدم في اي مناسبة وفي اي وقت وهتكون حلوة جدا. فبالتالي لو انت عايز عطر يجيب لك اطراءات وثباته كويس جدا، خليك في افصل را واي نسخة الاي دي بي. انا بالنسبة لي، ده افضل كتير جدا من سوفاش. سوفاش الدي ان اي بتاعه اصبح قديم جدا، يعني سوفاش خلاص، والكلونز بتاعت سوفاش مفيش اكتر منها. يعني هتلاقي ارماف وافنان والحرامين، كل الشركات اللي انت ممكن تكون عارفها والشركات اللي انت ممكن كمان تكون مش عارفها اوريدي عملت كلونز لسوفاش. فسوفاش الدي ان اي بتاعه بصراحه اصبح قديم قوي وخلاص، وبقيت بتشمه كتير في اي وقت، فما بقاش ملفت، ما بقاش شيء يعني ممكن تاخد عليه اطراء. يعني سوفاج ممكن من وجهه نظري انا لغايه من سنتين فاتوا كان، لو انا كنت بعمل الفيديو ده من سنتين فاتوا كان ممكن اخلي سوفاج في الفيديو بدل افصل وراوي، بس خلاص سوفاج اصبح عطر قديم ممل، الدي ان اي بتاعه بقى كتير بقى منتشر، فخليك في حاجه تكون مختلفه شويه. تمام، طيب نيجي بقى، ده كده احنا دخلنا على ده كده الكاتيجوري الكاتيجوري الثالث. طيب الكاتيجوري الرابع بقى ورقم اربعه، العطور اللي انا ممكن اقول ان هي لازم تكون معايا، لازم تجيب حاجه تكون حلوه النساء بيحبوها، سواء مثلا انت بقى عايز تخرج مثلا خروجه مع زوجتك، او عايز ديتنج خارج مع الجيرل فريند بتاعتك. المهم انك انت عايز عطر الغرض منه ان هو النساء تحبه، يجيب لك اطراءات.
هتقول لي طب ما كل العطور اللي فاتت ما هي عطور بتجيب اطراءات. لا، هنا بنتكلم عن العطور السيدكتيف، يعني انا هنا بتكلم عن العطور السيدكتيف. تمام، العطور هي الغرض منها بس انك انت يعني الست لما تشمها تعجبها قوي، او تبقى عايزه تفضل تشم الريحه وقت طويل عليك. انا صراحه كنت محتار جدا يعني، وفي النهايه اضطريت ان انا اجيب الاثنين برضو. يعني انا حاولت اقارن على قد ما اقدر، بس انا بحب الاثنين جدا. افصل ورا لارميل لون ده بالنسبه لي الطب. تمام، وفي عندنا دولشي اند جابانا كي. على فكره العلبه اللي معايا دي اصدار قديم، دي هي 50 مل من 2010، افضل بكتير جدا من الجديد، افضل بكتير جدا من الجديد. فعلا تحس ان هي ثيك، تحس ان هي مركزه اكتر، تحس ان هي دنس يعني، وفيها جوده كده اكتر من الاصدارات الجديده. بس طبعا ما تشتريش القديم خالص. يعني انت لو لقيتها هتلاقيها مثلا ب $200 ب $300، ما تشتريهاش، حرام تدفع المبلغ ده في العطر، عشان هو هيدي لك حق ان هو يعني ايه اتقل شويه في البدايه وخلاص، مش مستاهله. هات الجديده ورش منها كتير وخلاص، طالما ان هي اداء ضعيف. انا عارف ان الناس بتشتكي من اداء لارميدي لوم الاصدارات الجديده، بس مش مشكله، رش منها كتير. هتجيبها ب 60 $70 بس، بدل ما تدفع فيها 200 $250 مينيمم مينيمم. ده في ناس بتبيعها ب 300 وب 400، فيعني لا، هاتها ب 60 $70 ورش منها كتير، برضه ارخص بكتير. المهم بص، انا وجهة نظري لانوي دي لو، دي وجهة نظري انا. ايه اللي خلاني طيب اجيب زوان اي دي بي في الفيديو؟ لقيت بصراحة ان ناس كتيرة بتحب قوي 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 زوان اي دي بي. يعني لقيت ان الناس برضو في حاجة في دولجي اند جابانا زوان اي دي بي بتشدهم جامد. انا مش بقول ان هو عطر يعني مش سيدكتيف او مش حلو، بالعكس ده جميل جدا. بس انا شايف ان الانويد روم يفوق بمراحل، يعني مش احسن منه، بس ده احسن منه بمراحل. من ناحيه لو انت بتتكلم عن عطر سيدكتيف الريحه الاجمل، لا انا شايف انه يفصل وراء الانويد روم احسن بكتير بكتير. بس بلاقي لما مثلا بشوف الناس، بشوف اصحابي، بشوف الريفيورز اللي على اليوتيوب، بلاقي ان دايما الناس بتحب او بتحب تتكلم عن دولجي اند جابانا اي دي بي. فهو كويس. تمام، هو ارخص شويه، ارخص من افصل وراء لانج دلوم. فلو انت عامل يعني العامل المادي هيكون بالنسبه لك وضع في انك انت تختار ما بينهم، يبقى انت ممكن تروح لدولجي اند جابانا دوان اي دي بي. لو انت ماديا مش هتحس يعني مش هتفرق معاك، هما الاثنين ادائهم مش كويس، لان هما بيسموها ديت نايت فريجرانسز، يعني عطور انت بتبقى قاعد مع زوجتك او مع صديقتك، فالمفروض ان انتوا قاعدين، هي قاعده جنبك، فانت مش المفروض انك انت تستخدم عطر فواحان بقى على بعد 2 متر وفواحان لمده 3 4 ساعات. لا، انت عايز حاجه في الكلوز اريا، يعني حاجه كده صغيره، انت عايز حاجه بتدي الريحه بتاعتها موجوده بس ما تبقاش اوفر باورنج، ما تبقاش قويه، انت عايز حاجه خفيفه. فهو اصلا ده الغرض من العطور دي، ان هي تكون الريحه بتاعتها خفيفه، فما تتوقعش منها فوحان جبار، ما تتوقعش منها 10 ساعات على السكين، لا، هي هيبقى ادائها متوسط. هو دولجي اند جابانا اقوى شويه من لانوي دي لو وسعره ارخص شويه، فاذا لو انت بتدور على الاداء والسعر خليك في دولجي اند جابانا. لو انت ذوقك زي ذوقي، لانوي دي لو بلا يعني بدون 1% تفكير، لانوي دي لو افضل بمراحل من وجهة نظري. العطر الخامس او الكاتيجوري الخامس، لازم يكون عندك على الاقل عطر واحد فخم شوية.
يعني لازم يكون عندك عطر. انا مش هتكلم عن عطور نيش، لان انا لا اؤمن بنظريه العطور النيش، مش عشان هي وحشه، بس انت مثلا بتروح تدفع في عطر يعني 300 دولار 400 دولار وهكذا، وبعدين بتلاقي الكولون بتاعه نزل ب 30 دولار. اول 5 دقايق بتبقى الكواليتي بتاعته نوعا ما متوسطه، بعد 5 دقايق خلاص بقى ما فيش فرق بينه وبين الاصلي. فانا لا اؤمن بصراحه بنظريه ان انا، وانا بحترم كل الناس اللي على فكره اللي بيجيبوا العطور النيش، انا بحترمهم جدا وبحترم ذوقهم، وكل واحد ليه حريه. العطور دي من الامور اللي هي السبجكتيف، يعني انا بختلف معاك انت بتختلف معايا، بس في النهايه عامله زي الاكل يعني، كل واحد ليه ذوقه تمام. بس انا بقول وجهه نظري، يا ريت الناس اللي معاها العطور النيش ما تزعلش مني. وجهه نظري العطور النيش دايما كلونز بتاعتها بتظهر، وصدقني مهما كان الكولون انت شايفه وحش، بس في الهواء البروجيكشن بتاعه بيبقى تقريبا زيه زي العطر اللي انت دفعت فيه 300 او 400 دولار. فانا حاولت ان انا اجيب حاجه تكون هي مش نيش قوي، بس في نفس الوقت عطر الفخامه ظاهره جدا جدا في الريحه بتاعته، وفي نفس الوقت اداؤه جبار، وفي نفس الوقت متاح سهل جدا انك انت تشتريه من اي مكان، سواء اونلاين او سواء في محلات العطور. ورابع حاجه ودي النقطه المهمه، ان معظم الناس هتحبه. يعني العطور النيش على فكره كتير جدا مش بيحبوها، يعني العطور النيش اوقات الفايب بتاعها بيبقى فايب غريب شاذ، الا بعض العطور النيش اللي هي زي كريد افنتس اللي هو مثلا يعني تحس ان هو زيه زي العطور العاديه اصلا، يعني هو محبوب ليه؟ لان هو ما فيهوش حاجه مميزه، عطر فريش فعشان كده محبوب. فال بيجاسوس مثلا هتلاقي مثلا الارموف كريز كلون لي وهكذا، يعني هتلاقي ان بعض العطور النيش اللي هي بتدي لك الايحاء الحلو متقلده، والعطور النيش اللي هي الشاذه والغريبه اللي هي معظم الناس مش بتحبها انت كده كده مش عايزها، او انا مش هدخلها في الفيديو ده. انا هتكلم عن عطر يجيب اطراءات اداؤه يكون جميل جدا جدا، اقوى من معظم العطور اللي انت ممكن تكون بتمتلكها، بس هو طبعا غالي شويه. احنا قلنا ان هو هيكون عطر يعني فخم، فطبيعي ان هو يكون سعره غالي. الاكزير يا جماعه من العطور اللي هي معظم الناس لما بتشمها في البدايه بيظهر عليهم عامل الواو، اللي هو ايه ده؟ ايه العطر ده؟ ايه الريحه دي؟ يعني عارف انت، هو زي ما قلت انت ممكن تشوف المراجعه بتاعتي لإليكزير، انا قلت ان هو ايحاء كلاسي جدا، ايحاء جميل جدا، بس بعض الناس، مش بقول كل الناس، بعض الناس بتقول ان هو بيدي فايب للايام بتاعت زمان، للعطور القديمه، بعض الناس بتقول كده. انا وجهه نظري مش ان هو عطر يعني الدي ان ايه بتاعه قديم، لا، انا وجهه نظري هو حاول ان هو يقتبس الفكره بتاعه العطور القديمه ويخليها مودرن، وعمل لها تويست معين خليها احلى بكتير جدا من العطور الموجوده حاليا ومن العطور القديمه تمام. دي وجهه نظري، هو مش شبيه بالعطور القديمه، هو اقتبس الفكره بس وعمل عليها تويست بطريقته، حول العطر ده لعطر كلاسي جدا جدا جدا، اداء رهيب، اداء فوحانه جبار يا جماعه. يعني رشه واحده الفوحان بتاعه ممكن يملا اوضه لمده ساعه، يعني بجد مش طبيعي، اداؤه جبار. ودايما الاحساس اللي هيجي لك منه احساس ان انت راجل سي اف او، انت راجل صاحب شركه، انت راجل بيزنس مان، يعني فعلا بيدي ايحاء كلاسي جدا. طبعا عشان ما تفهمنيش غلط، مش بقول ان هو احسن من العطور النيش، لا، في عطور نيش طبعا افخم منه وافضل منه من ناحيه الاحساس ده، لكن انا حاولت ان انا اختار عطر يكون سهل انك انت تشتريه،
سهل انك انت تحبه والناس اللي حواليك تحبه. انا مش عايز اروح اخليك تجيب عطر ب 500 دولار او ب 400 دولار، وكل الناس تكرهه عليك، او الناس اللي هتحبه عليك يكونوا ناس قليلين، ده غير ان هو سعره غالي، ده غير ان هو اداؤه ممكن يكون اصلا مش كويس. فانا حاولت ان انا اختار اكتر عطر فيه كل المميزات، الريحه الجميله، السعر، الاطراءات يعني. بس طبعا انا يعني انا ممكن الفيديو ده لو عملته بعد سنه تلاقي العطور دي اتغيرت، ذوقي اتغير، ذوقي اختلف، بقيت بميل لحاجه تانية اكتر، بقيت بحب حاجه تانية اكتر، فالموضوع ممكن يختلف شويه. انا هحاول ان شاء الله الفتره اللي جايه اجيب فيديوهات من النوعيه دي. يعني لو انت مثلا عايز افضل عطور للصيف ايه هي، افضل عطور للشتاء ايه هي، افضل عطور من ناحيه السعر مقابل القيمه، هحاول ان شاء الله ان انا اجمع لكم حاجات زي كده الفتره اللي جايه باذن الله. انا عارف ان الفيديو طويل، بس انا بحب ان انا يعني ايه، مش هقول لك العطر اشتريه وخلاص، انا بحب افهمك انا اخترت بناء على ايه، وايه المميزات وايه العيوب اللي انت ممكن تاخدها لو هتشتري. فانا اسف لو انا طولت عليكم، واتمنى الدعم يا جماعه، يعني الدعم بتاعكم هيفيدني كتير جدا جدا جدا، وهيساعدني في ان انا اطور من الفيديوهات بتاعتي. فالاشتراكات بقى واللايك والشير يا ريت يعني ما تنسونيش. شكرا جدا ليكم، إن شاء الله أشوفكم قريب بإذن الله.